بره عادي بيلعب يوم الاثنين. الشخص ده كان شغال عند القهوة، غراه صاحب عليه شهرين واداله 50 جنيه. التهم ده مش من المنطقة اصلا صح؟ مش من منطقة حضرتك. كان شغال هنا، جاي هنا 15 يوم. ما عندكش حد يعني، مش عايز كليته. قرب من اخويا طبعا، كان بيديله 50 وفي حاجات برغم حلوة. فرق السن اللي ما بينهم، برغم السن ما بينهم فعلا، اداله 50. قال له طب تيجي معايا اجيب حاجه فوق من الشقه. قال له ماشي، يعني حسن نيته. يعني حضرتك بقى حط له بقى سرنجه في واحده فوق من جارتهم، وانا سمعت برضو قال برضو ده فيديو للتوعيه، ومش توعيه عاديه بقى، ده توعيه للخطوره. يعني لانه الولد ده اسمه احمد وعمره 15 سنه، و مش بس اتقتل، لا واتعامل معاه حاجه غريبه قوي، اللي هو يعني اتفضى من جوه، تم سرقه اعضاء. ما تفتكروش انه الموضوع يعني، لا انا هحكي لكم بقى من الاول. اولا في شبرا الخيمه، في حته اسمها سور الفيلا، اللي هو قسم اول شبرا الخيمه، والمنطقه ديت منطقه شعبي. جه عيل هناك اسمه طارق، وده كان عيل جديد خالص على المنطقة، وده على فكرة اسمه ممكن ما يكونش اسمه الحقيقي، وده اللي اكتشفناه بعد كده. المهم ان هو كان عايز يشتغل في اي حاجة، ففي كافيه قالوا له انت بتعرف، قال لهم بعرف اعمل شوية حاجات. تمام، اشتغل هواجي. اشتغل في الكافيه دوت ويتر، يعني بلاش هواجي. المهم ان هو كان شغال وتمام. في ولد هناك ده كان دايما بيلعب في الشارع اسمه احمد، فهو صاحب احمد ده جدا، ووصلت درجة الصحوبية. ده كان بيجيب له مثلا لعبة هدية بتاع، اتصاحبه في خلال اسبوعين من تواجده في المكان. هو احمد بقى اصدقاء، لانه كان بيدي احمد ساعات مثلا 10 جنيه، 5 جنيه، 8 جنيه، فكة. جه في المرة الاخيرة ديت قال له بص انا في شوية حاجات عايز اخلصها، وهديك 100 جنيه ما تخلص، احنا نشيل شوية حاجات وكلام. ولان الولد برضو عيل، وبعدين الفلوس بالنسبة للأطفال الحياة، يعني هيشتري بيها حاجات كتير. حتى الخمسة جنيه بالنسبة لك انت ولا حاجة، بالنسبة له هو، انا عارفة طبعا مش يعني مثلا 20 30 ايا كان، المهم ان بالنسبة له الفلوس بتفرق، فما فكرش. بعدين هم اصحابه في ثقة متبادلة، فتمام. خد بعضه وراح معاه للبيت، وهناك في البيت في واحدة من الجيران سمعت صرخة، وبعد كده اختفى احمد تماما، والدنيا كلها اتقلبت عليه ومش لاقيينه، لحد ما في واحد صاحبهم بيسموه ابو سعود او ابو السعود حاجه زي كده، ده برضو من الناس المشتبه بيهم في القاقعة، ولكن ما ثبتش عليه حاجه. قال لهم ان هو عارف مكان احمد فين، فلما راحوا لقوا احمد في وضع صعب، ولقوا كمان انه في، من الواضح ان كان بيتم في ممارسات قطع، مش بس مع احمد، لا ومع اطفال تاني في المكان ده. الواد اللي اسمه طارق ده كان متخيل ان مش عارف يجيبوه، لانه اختفى من المكان. بس على مين ده؟ قعدت في المكان اسبوعين غالي، يعني وشك ايه؟ وشك معروف. واحنا عندنا حاليا التكنولوجيا بتخليك تجيب الناس حتى لو مهما اختفوا، من بتقنية الوجوه والكلام ده. فطبعا جابوه في خلال اقل من ساعة، سوري اقل من 24 ساعة. ولما جابوه اعترف بالواقعة كاملة، وطبعا هو شغال مع دكاترة، وقصة لسه شغالة في أولها، فأنا إن شاء الله معاكم لحد ما ننهيها، لأن الموضوع كبير. العبرة من القصة ديت أو التوعية اللي هي يا جماعة الخير، وأنتوا مش هتخسروا حاجة لما تنبهوا على ولادكم إنه ما يديش ثقته لحد غريب أبدا. يا جماعة ده بيحصل من الناس القريبين مهازل، فما بالك بالغرب. يا جماعة الأطفال مهما كان مش عارفين حاجة، انت بتفضل توعي، وفي الآخر ممكن يحصل قضاء ربنا، لأن دي أقدار. ما ينفعش ان احنا أصلا حتى ده قضاء ربنا، يعني ممكن أساسا ده يحصل حتى لو احنا عملنا اللي والترللي، بس احنا على الأقل نعمل اللي علينا فنوعي. طبعا ده مع العلم، يعني والله لو يعني الحذر لا يمنع قدر، ولكن احنا بنعمل اللي علينا. بس تعازينا للأسرة، وخدوا بالكم، نبدو على الولاد. وهقولك على حاجة في النهاية، الله خير حافظهم وهو أرحم الراحمين.